هل يمكن أن تشكل قوة الدولار ضرراً للولايات المتحدة؟ هكذا يرى الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي أثار حديثه التكهنات حول إمكانية إضعاف الدولار إذا عاد للبيت الأبيض، معتبراً أن الدولار القوي يشكل عبئاً على الشركات الأمريكية. اتفاقية بلازا هي خيار سابق لجأت إليه أمريكا ووقعت عام 1985 بين الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، هدفت إلى تقليل قيمة الدولار من خلال التدخل في أسواق العملات، ونجحت في خفض العجز التجاري الأمريكي وجعل السلع الأمريكية أكثر تنافسية في أوروبا. لكن تكرار الاتفاقية غير مرجح بسبب تنوع وعدائية شركاء التجارة الحاليين. فما هي خيارات ترامب الأخرى لإضعاف الدولار؟ التدخل الحكومي مثل بيع الدولارات وشراء العملات الأجنبية، وهو خيار صعب آخر نظراً للتكلفة العالية والعجز الكبير في الميزانية. دفع الاحتياطي الفيدرالي عن طريق طبع دولارات أو خفض أسعار الفائدة، ولكن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم. التحكم في رأس المال بفرض ضريبة على المشتريات الأجنبية للأصول المالية الأمريكية، مما قد يخفض التدفقات المالية لكنه قد يرفع عائدات السندات ويخفض أسعار الأسهم. إنشاء صندوق احتياطي من العملات الأجنبية، ويتطلب جمع تريليوني دولار لتحقيق تأثير ملموس.